شكرا. عليه السلام. ان شاء الله انه الاعلامي يعكس الواقع الحقيقي والعمل اللي كيقوموا به الناس ديال المبادرات. يسعدنا اليوم ان نكون ضيوفا على جمعيه اشراق للتنميه بالجرف بمدينه انزكان. اليوم ضمن بمعيتهم وبمعية جريدة سوس 24 لقاء تحت عنوان أو لقاء بالأحرى لقاء مفتوحا تحت عنوان دور الإعلام في الترويج للمبادرات الاجتماعية. هذه المبادرات التي تقوم بها مجموعة من الجمعيات كجمعية إشراق للتنمية هنا بمدينة إنزكان من خلال يعني استضافتها يوميا لحوالي أو لأزياد من 500 شخص على مائدة الإفطار. عمل جبار يقوم به هذا الفريق، فريق الجمعية من متطوعين من متدخلين من مشرفين يقومون بهذا العمل الجبار على طول شهر من رمضان. وجاءت الفرصة لكي نلتقي جميعا في هذا المكان حتى نناقش يعني أهمية الإعلام وأهمية وسائل الإعلام في الترويج لهذه المبادرات بمعية مجموعة من الضيوف المتنوعين المتدخلين المتنوعين، من ما هو ديني، من ما هو اجتماعي، من ما هو إعلامي، من ما هو تطوعي، كذلك من هيئات المجتمع المدني التطوعية. ناقشنا مجموعة من الأفكار، ناقشنا مجموعة من الآراء. كان نقاشا غنيا، عرف مجموعة من الأفكار النوعية، عرف يعني تدخلات صبت يعني كلها تقريبا في ضرورة الحضور أو في ضرورة حضور الإعلامي في الترويج لهذه المبادرة. كما قال الزميل علي سلام، هو المواقع أو الإعلام عموما لا بد منه. أنا اللي كنقول اليوم هو أنه فعلا الإعلام اليوم اللي ممكن نقول على أنه مبدع هو الإعلام اللي كيكونوا فيه أطر يعني إعلامية داخل الإذاعة خاصة أو يعني اللي كتكون كتفهم أو لا كدعاء بالمستوى ديال المبادرات الاجتماعيه اللي كدار. لانه بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين ازطا من رئيس جمعيه الشباب المبادره التنميه بانزكان. اليوم كنحضروا في الضيافه ديال يعني نبراس ديال رابطه نبراس الشباب بالاضافه لجمعيه اشراق للتنميه بالشرف وايضا الموقع سوس 24 اللي حاولوا انهم يديروا لنا هذا اللقاء تواصلي الرمضاني الجميل يعني اللي كنناقشوا فيه العلاقه ديال الاعلام مع المبادرات الاجتماعيه. اليوم كنقولوا ان هذا الفضاء الرحب وهذا الفضاء الجميل وهذا العدد الهائل اللي كنشوفوه ديال المفطرين يعني الناس ديال اليوم اللي كي الصائمين اللي كيفطروا اليوم في هذه الخيمه الرمضانيه ديال الاشراق ما هو الا واحد النوع او لا واحد المبادره من المبادرات الاجتماعيه اللي كاينه في جهه سوس ماسا وكتبقى مبادره رائعه جدا. اليوم جميل جدا ايضا انه تكون هذه المائده المستديره وهذا اللقاء التواصلي كيف ما شفتوا كان عائلي جدا يعني واخوي فهاد الخيمه الرمضانيه ديال الاشراق يعني ما يمكن الا اننا نتمنوه ما يمكن الا اننا نشاركوا فيه ونحضروا يعني بناء على الدعوه ديال جمعيه الاشراق. واليوم كنقول على انه فعلا حان الوقت ديال ان الاعلام ايضا يلفت الانتباه ولا يعطي الانتباه ديالو لهذه المبادرات الاجتماعيه اللي كنتمناو انها تستمر لانها كتبغي مجهود كبير وكتبغي طاقه وكيف ما كتشوفوا الان يعني عدد كبير موارد بشريه وماديه اللي هي كبيره. فممكن لنا ان نشكر جميع الجمعيات والمبادرات الاجتماعيه اللي كيداروا ومزيدا من هذا اللقاء التواصلي اللي كنستافدوا منه. هذا الحديث كنقولوا الامور بمقاصدها الاعمال بالنيه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه، ها هما الناس مشاو معاه، كلشي مهاجر، ولكن واحد كلشي مهاجر من اجل الدين، واحد هو مهاجر كتعجبو واحد المراه في المدينه بغا يتزوجها، هو الدات ديالو مع المهاجرين ولكن القلب ديالو ليس كذلك. اذا راه ينفصل القلب والجسم. اللي مشى بالقلب ديالو لاعلاء كلمه الله راه صحيح وخضر. اذا دابا المبادره اجتماعيه وخبت في فيسبوك ماليها ماشي القصد ديالهم يبانوا يعني يشكروا الناس هذا العمل مزيان نشكروه ماشي يعني ما قصدوش بوجه النظر يعني بغاو غير المنزله في قلوب الناس التماريه. ولكن واحد الانسان دار العمل في الفيسبوك باش يعاونوا الناس يدير هذا الخير وباش يوري للجمعيات الاخرين اش يديروا ويوري الناس الاخرين التطوع هذا راه يكون لاعلاء كلمه الله. اذا المرض ديال هذا الامر هو الى النيه ولا ينبغي ان ننصت لاولئك المعجزين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ابو شرود باحث في الفقه الاسلامي. بالنسبه لهذه المبادره اللي دارتها رابطه نبراس للشباب للاعلام والثقافه مع هذه جمعيه اشراق اللي كدير هذه المبادره ديال الافطار الجماعي في رمضان
بالتغطية الإعلامية ديال سوس 24 اللي هي هذه المائدة المستديرة اللي كانت هنا قبل الإفطار، يعني تقريبا بعد العصر بساعة، اللي كان الموضوع ديالها يعني الترويج الإعلامي للمبادرات الاجتماعية الرمضانية. هو واحد الموضوع في غاية الأهمية، لأن المبادرات الاجتماعية كثار وكاينين وموجودين، والتسويق الإعلامي ربما يحتاج يعني خاص واحد الاستجابة وواحد التنسيق بين الإعلام الرسمي ديالنا وبين المبادرة الاجتماعية باش يكون واحد التسويق في مستوى في المستوى، وداك الشيء غيكون إن شاء الله واحد الفاتحة ديال الخير أن المبادرة الاجتماعية تحسن والتهيكل وتكون في إطار قانوني، يعني كقانوني محكم، وكذلك الترويج الإعلامي أدي الخدمة ديالو في الترويج لهذا الخير ولهذه المبادرات، وباش الناس يعرفوا بالقيمة ديالها وبالدور ديالها الاجتماعي من حيث التكافل، من حيث كسب المحبة في المجتمع، من حيث توطيد رابطة الأخوة، من حيث توطيد يعني ترسيخ القيم الوطنية والتسامح إلى غير ذلك. وإن شاء الله كنتمناو من هذه المائدة المستديرة تكون مفتاح لواحد العدد ديال اللقاءات وندوات يكونوا فيها فاعلين جمعويين، يكونوا فيها الصحافة، يكونوا فيها ناس مثقفين في الجانب الديني، في الجانب الثقافي، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، باش ان شاء الله يكون داكشي لقاءات ومؤتمرات حافلة تحمل واحد الرسالة ماشي غير في حدود الوطن، تكون واحد الرسالة عالمية فيما يتعلق بالمبادرات الاجتماعية، لأن الإسلام كدين حنيف نعتز به فهو يرينا هذه المبادرات وحافز الى اعمال الخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث انه كان في رمضان اجود بالخير من الريح المرسله. السلام عليكم. سيدي اش غنقول لكم صراحه، ماشي كنكروا انه كاين نقص، كاين نقص بزاف يعني في برامج اللي كتهتم في العمل التطوعي ولا كتهتم بالمبادرات التطوعيه بصفه عامه. الى جينا نحسب مثلا في البرامج اللي كنشوفوها مثلا، يلاه غادي نشوفوا جوج البرامج يعني على صعيد الجهه ككل، يعني في المناظر الاعلاميه، يعني برنامج ديالنا اللي حنا كنديروا الاشراف والتقديم ديالو اللي هو برنامج فضاء الجمعيات على اثير دعوه ديال بليس اللي تخليه دابا السنه الثالثه ديالو ان شاء الله، يعني في هذا رمضان يعني في هذا الشهر المقبل ان شاء الله غيكون دخل السنه الثالثه ديالو. وبرنامج اذاعي كذلك في الاذاعه الوطنيه لربما حتى هو يعني نفس العمر غادي يكون. هذا اللقاء صراحة فريد من نوعه، علاش؟ لأن ملي كيجمع يعني خيرات يعني الفاعلين الجمعويين يعني في إنزكان والنواحي، ومن طبيعة الحال جاو يناقشوا يعني مدى يعني استجابة الإعلام للمطالب ديالهم، يعني اللي كيديروا يعني من خلال الأنشطة اللي كيديروا، واش كاين استجابة، واش كاين، واش وصلوا داك الشيء اللي بغاو صراحة. كان نقاش جد رائع، كانوا الناس يعني كاين تجاوب مزيان، كانوا انتقادات، كانوا ملاحظات، كانوا إضافات من طبيعة الحال، كانت يعني من خلال المداخلات ديال الفاعلين الجمعويين، وخرجنا بخلاصات أنه راه لا بديل للجمعيات يعني باش يتعاونوا مع الإعلام، وكذلك الإعلام يتعاون مع الجمعيات يعني بصفة يعني تكاملية. هذا الشيء هذا اللي كيتلج الصدر، أنه هذا الحضور يعني عند جمعيات إشراق يعني للتنمية فهنا في الجرف يعني يتلج الصدر صراحة، لأن ملي كنشوفوا بحال هذه المبادرات خصهم يتكرروا. وكذلك خرجنا بنقطة باش ما ننساها أساسية، هي خصنا دابا نقلبوا بعد ما كان يعني تراكم مجموعة من التجارب عند الجمعيات بعد مرور يعني عدة سنوات في العمل الجمعوي، بغينا دابا وبغاو هذه الجمعيات هذو يخرجوا من هذه النمطية هذه ديال الأفعال ولا ديال الأعمال الاجتماعية يعني اللي كتكرر نفسها، يعني يكونوا يعني الإبداع ويكونوا أفكار جديدة في العمل الجمعوي للنهوض من طبيعة الحال بالمجتمع ديالنا، وكذلك ساق المواهب الشباب يعني من خلال التطوع يعني في الأعمال خدمة للصالح العام إن شاء الله. أصحاب المبادرات الاجتماعية وبالنسبة للناس ديال الإعلام، ولكن يعني كاين جمعيات أو كاين أصحاب مبادرات عندهم ناس مسؤولين عن التواصل وبانوا على الكفاءة ديالهم، ومن خلال هذه التجربة الجمعوية يعني استطاعوا أنه يولوا إعلاميين، وفيهم على سبيل المثال يعني مجموعة ديال الزملاء في هذا المجال. رشيد المعيفي، رئيس جامعة إشراق للتنمية بالجرف. اليوم الحمد لله داز واحد النشاط هو مميز، نشاطين نقولوا نشاطين، نشاط الإفطار اللي هو الاعتيادي، ونشاط بشراكة مع نبراس للشباب. واحد النشاط هو مميز كذلك، حيت ناقشنا موضوع الإعلام في تنمية الأعمال الاجتماعية وفي التواصل مع الأعمال الاجتماعية، كان موضوع شيق بحضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين ومجموعة من الصحفيين. الحمد لله كانت واحد لا ساتيسفاكسيون اللي هي
كبيره لا على جميع المستويات، واكيد ان الشراكه اليوم كانت نوعيه والبرنامج كان نوعي.